مبدئيا احنا ان هي اليوم تم غلق 29 مقر بتمام الساعة 9 بالتوقيتات المحلية للدول. ما زال قائم العمل في 108 مقر، وكده فتحنا بآخر النهاردة دلوقتي، يبقى كل مقرات 137 تم بالفعل العمل بها. عندنا بس جنوب السودان نظرا لوجود حظر تجوال فبيتم الغلق الساعة 6 مساء. عندنا سيراليون برضو نفس الأمر، عندها حظر تجوال الساعة 9 مساء، فبالتالي هتقفل 8 مساء، وبالتالي يبقى كل مقرات 137 المتواجدة في 121 دولة تم الفتح وتم مباشرة العمل بإدلاء التصويت المصريين المقيمين فيها، وبالتالي يكتمل جميع اللجان العمل، وهنكمل إن شاء الله وهنطلع حضراتكم بالشأن اليوم الثاني واستكمالا لتصويت المصريين في الخارج. ومن هنا بحب أدعو كافة المصريين المتواجدين لمباشرة حقوقهم السياسية، وهذا حق أصيل كمواطن يحب وطنه، فبالتالي يتوجه ويدلي بصوته إلى في المقرات المعلنة وفقا للقرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات. وأشكر حضراتكم للمتابعة، وهنطلعكم أول بأول على كل ما يرد إلينا. شكرا شكرا سيادة السفرة جدا، وبشكر حضراتكم جدا جدا جدا. شكرا فندم. شكرا فندم. شكرا. مع السلامة. شكرا جزيلا. شكرا فندم. شكرا. مع السلامة. عفوا. مع السلامة. شكرا. مع السلامة.